مقصودك وين يا معناها وين كتشر عباداتك وحو يهي إن أدونك إسبدل أي قصة ميس عبادته إن أدونك وحك بدش وصلاة دادك بدشو وحجك بدلو وصونك بدلو وإسبدل نلوش هذا أي كتري ما دوه لنك وناكسن أدسو بدش معناها هي مقصود كعبادته كاسقاوه ساستراد دبار ربيكم تبارك وتعالى مركو كهل له صلاه الله وحده تبارك وتعالى واقم الصلاه صلاه سيساني وصح اتكو اتوسي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاه وحي روح تكن يكربتا دنبيه فوسح إيه وحكستو إلى هاي ديدي تبارك وتعالى أو إنكري أي روح كربتا صلاة دي وإني كحك ميسو صلاة دادو وإني وحكا بدشو صلاة دادو وإني حمانتك عليسو صلاة دادو وإني يعني وحو منكراتك إيه الدنبيضة فوشحن كا عليسو كا قبطو لأن النفط هذه بيسبدل كوسا ميسو هذين الصلاة حكمك نقنن معناه ذو وحوي صلاة تكتي وحباسكاء خلل باكجرا سيدي للربي أمادا تكنن لأن هذه سيدي للربي آد أتكتو مركابة وحد كدر يميسا نلوش هذا إسبد البات واركيس إلهي تبارك وتعالى سيدة ينوش هكي قرآن كريم كآيات ينوش هكي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إسويدي مركابة صلاة دادن فرها بدن وواجب في السنة له وحمك أبدا شيء وحس بدل ما كوجس ما يس صدق كله ربي تبارك وتعالى صدق ذا يزك ذا مركو كهل لي نبي جيس محمد صلى الله عليه وآله وسلم سقى الله الله وحيري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم كقد بقول لي تبارك وتعالى صدق aad ku daahirinayso iyaga naftooda aad ku daahirinayso oo aad ku taskiyeynayso ku nadiifinayso oo aad ku muxuu ahaay ku daahirinayso sadaqadii iyo zakadii la bixinayay iyo xoolahi la bixinayay ilaahay dartii loo bixinayay naftada ayay isbedel ku sameeyneysa cudurro nafta gala iyo dhaqan xumo ayay ka saareysa naftadii baa daahir noqonaysa نفتا ذيبا نظيف نقضيسا وسخ بضم بيك هدقيسا اسبدل با إيمانا يا مركي الزكدي صدقة بعصة طيب صدقة هذا اسبدل ما كدر أنت قلبي كاكا نفتا هذا حال كاكا أخلاق هذا وح اسبدل ما هيسا هذا اسبدل هينين إني كقصة ما يسي وحادو بها أنت إني ديب أقول نقطة واحد دحين يسا سيوح كيه محاكا مقل محاي سامين تقول أيضا محمد هي لولا إياه محمد مقصود كي لولا إياه محمد كل عيسون كذا هذه صدقة هذا محمد يكون ظاهرين لا هذا محمد يكون نظيفين لا هذا لأن إلهي تبارك وتعالى بينوش هاي إن معناها فائدة يسوع حج كما رجو ربك هل تبارك وتعالى صدق لا أيها الأحبة في الله الله وحده تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات حج كوا بلا لا يقانه بلا جونية ويا حج كوا وقت يسوع فمن فرض فيهن الحج روحي حج نفتي سكفر بي علي او حجك قلي او حني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفث متشرو افحما متشرتو دقن حما متشرو ضودي متشرتو مرن ملها خرد متشرو حج كيبات كل حجرتها عباده سوى اني وحكا بدش ساس درادي بارب تبارك وتعالى إن بدو حد أركيسان مركا حجك لغو الرمي بالذات وحا آد وغصر نقنقون إيسا كلمة التقوى دا إسل آيات دا لفته دا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لبقر بيكسون قد إسلاعي ذاك ذهب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هذا هو المقصود إن عبادته حكابدش حجكه إنه كبدله عمره ذاته إنه كبدشه
حال كاغو إنو إسبدل كوي ما دور دنكا وانك سنادي سبدشو مقصود كعبادة دو تاي داوة لكن وحوي واد سفرتي لولكي باد صومر مرتي إسبدل لمالي واد صور نقطي ربادي باد عنيسا حوليه داد كاد حق دركو عنيسا أخلاق حمية لقن حمى لتاقنتا أف حمى يأدين حمى لنو شاهي خلقي جيبا كاشكت مك نبت قلينيس لباد هايسا هادنا وحوي بل والبوة صور عمر يسانيس عمر ذادي آوي حج كاقي آوي محوكو سمي صلاة دي محي سميس آوي عبادات كان سامين تو دي آوي سيو حكايه حقي وحكاك لديمي حقي اسك قبل لعضة وسؤالي سوي الدين له صنك الله مركوك هل يتبارك وتعالى اسل نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مؤمنين تيوحى ليدن قوة تبية صنك كما كتب على الذين من قبلكم سيدي أمده إذن كهو الرئيب اللو قوة تبية إذن كنا ليدن قوة تبية حكمته محيطه سرته محيطه مقصودكم حوي لعلكم تتقون سياد الله وقبقدان سي الله كبقيد إذن كنت مادو قلبكينا أقول دلتو نفتينا أقول دلتو أخلاق دينية معاملات كينا إسبدل أقول لعلكم تتقون إسبدل إيا الله كعبسي لأنه هو يتقوضو خير كوردن بيما تشاء جماع الخير وان إلهي أمر كيسيوي للأولين والآخرين وأنا السبب كأقوم مهم سن أو إلهي تشندي سلوك لعذابنا لك قبت بادو دين تردن بيما تشاء إلهي كبق الله كبق بمعنى وحوي دين تكون رقم واحد معنى ها سيكيني سامر لعلكم تتقون الصون كي تامكهش حولها حلال ميه أفكاقي أدنكاق رقنكاق واسه خلقك السيد ولا رقنتا واتشباتك مقودتا حارانتا مسكا إلى لسا معاملة ربك أن لدقت السيئة تالا خلقك سمعاملة هذا السيئة تالا لعلكم تتقون صنكاق مكوب الدلي إسويدي مقصودك وين كاسوا لكن هذا أنكتو أود قاتشوتو أو أد عمتدي عبيتان كي يقل ماذا إسكت ديسو وحي صنكا جميل لها بس هاد إسكت رافتي لكن وحاقي كلاواد فصحانتو واد تمشلينيسا يا صنكي لينا فريكاما عبادتي إلهي كود رينا تاما نبي جن نوح إليه صلوات ربي وسلامه عليه ليس الصيام من الأكل والشرب صومكم معها إن عنتدي عبيتان كالليس كدايو أو كلي ما إن هذا نحولين ما ننت رمضان أوضن وحب عبين أوضن قل مصمين أو إيه صوم شمين لا أدس كإلاليسو إن تا صوم ما أهب النبي محمد يلي صلوات ربي وسلامه عليه صومكم حوية حقيقي جاء إلهي إنا فري مقصود كواك إنما الصيام من اللغو والرفث صنك وحوي أف حمضة يطلق حمضة إن أسكديس سيداس دردد با صنك وحو كبريا حالات كأذك إئاد مري صحة النفط هذا ساد وحكمين لها يدبو كبريا فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم هدو روح كلا عيتما كعاي أما حمانك قولك عكو قرد الرئيستو هكفع اللقا ذني ها أتشوابين هل أدقال لمن هل أعيتمين وحتى لهذا واصوم مناه عجيب وحتى لهذا واصوم مناه صوبت وحوية تربية ذا صنك كبرية تنع نفت هذا أديقو أولوغو قرد الرئيسان أولوغو عاية أولوغو قحد كدبيو نفت هذا ما حكمين كرتا ما إسعيلين كرتا النبي صلى الله عليه وسلم كاوي نوكو كشيغي روحا قيمها مضلي وحوي روحا مركو عرض إسعيلين كرتا نفتيس كأذك إسحكمين كرايا ضبطين كرايا نفتيس مرك وحوي صنكي وحكبر يا أخلاق ذا وناكس وحكارب يا أخلاق ذا حن هذي آدم صن كاجا معناها أوسن كجارسينين أو أوسن وحكاب بدلين وحدو كان يسا صنكي لوجود ريما صدرت النبي جن صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وحليه هي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لقن حمضة هي أف حمضة هي أخلاق حمضة روحي أن إسكدينين كتقين إلهي وحدا أكملها إنو قاتشوضو أومو يا إنا إسكدين سويحي كو أفريني وحبال لقوفة لما هي إنا قاتشوتنا وحبال لقوفة لما هي أبكيه لميس إنا أنتنا وحبال لقوفة لما هي إلهي دان كملها ما دام وحي كدر نابا أتكو تشفتو وحبال لقوفة لما هي وحاقة وحنا كهلي ميسر يا سارداهي نبي محمد بايري صلوات ربي وسلامه عليه نبي محمد بايري سائن وقشيك يا معلم كي بشرك
إلهي صادر صدي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وركيس ورون صلوات ربي وسلام عليه هو الناصح ومدي سوغار سي وحير وحبضن بوحي دنتو كوتشري وحبا إن كما قرين النبي صلوات ربي وسلام عليه ساس تراديت صون كاغي عبادات كاغوا إني كبدلان وإني نولش هذا بدلان وإني أخلاق هذا بدلان وإني دقن كاغا بدلان وإني أف كاغا بدلان وإني أدين كاغا بدلان وإني بدلان لا دقن كربك الله رقم يسوى وحبدا كبدلان وإن لا دقن كمخلوق الله رقم يسوى وحبدا كبدلان علوش هذا وإني صونته حبين كاغا ترنك وإنو صومه عرب كاغو وإنو صومه جعنت هذا وإني صونته لقت هذه أدين كاغو وإنو صومه قلبي كاغو وإنو صومه هذه قرينات صونت الربا ساسا اسبدل كوكو إيمانيا معنى قيمة بدن بعد جاريسا واحد فإذا سنيسا وح كرص عندنا صن ككذب وأنا مقصود كعبادات كإلهي تبارك وتعالى أوكله يهيو وح عجيب ولا يابله وأدي الله لا يابا أو اسوي دين بدن مدن عبادات كأنه بديهن مساجدي وبوحيننا عمردي أنت والله صعدا يا والله صن قن يا بالكست وفوج باسيس صعدا صو صعدا حجكي سند والبوالة تغيى صدقتي وين بحينينا هدنا مع ذلك ضد بدن او وحاسو خيرات هيا بعدنك كلا وحي قصنايا وحلا يابلي وخائن لما امنه وبين الله رن مشيغو حولها ضد ضدك حق دروكونا يا خياني الله الله اسكما الى لي وحا علوشي سجليسا قردري حد قدبي ديق لداديا قبيالدي قشن بكوشرا قاد إيه السجار بوكو أفوريا وحي إلهي حرمي بو قصانيا هدنا كالي أرق عبادات كيس ورآوي عبادات الرات كي دي سامين تآوي مليه آوي اسبدل كي آوي إله الله تبارك وتعالى برنش النوش هيكي وحد أغاني سامر كاس عبادات هدي اسبدل كاس سامين ويدو عبادات سي إيادة اللفتة ديبا سي وحكيهين أودي أي وحكو سامين لهيد بيسان لهيين أما وضعيف ويتبر يرتهي او اسبدل كي كوغو سمين لهيد بين اود ولهي اما عبادته ما با اصحين او تعبان او وحجربا ما اها والا عبادته سيدي ربي كوغو ديري هداد او سميسو شك ما لها عبادته سي اسبدل اني كوغو سمينيس هلكاسا مركا لو باهي ولا ليا بشن بركيسن وبشي اسبدلك وشهر التغيير وبشي اسبدلك وبشي روح مؤمن كان نفتي سو كاد كان لها وبش إله الشياطين تي إن جحر حرايو تشانس أو إن السيء وبش الروح بالود لها والذنوب تقاركت كو امتحانا أو إسكجو إن لها يكجو إلها وبش كي خير كسمين شرين خير كأوسيادين لها كي حمانت السمين شرين أو حمانت كسو جو إلها وبش إسبدلك إسبدلك هدين لجوايو أض وحقي قصته وحد أجانسا إلهي تبارك وتعالى عباده كودر ما هي سيد سيد حديث النبي إنوشا صلى الله عليه وآله وسلم كعد وبالتالي تعب كآت سمين سيد دال كاغو خسار خدعيا وحو النبي إنوليه صلوات ربي وسلام عليه وحا بدن روح صوما أو صون كيس وحا أوكهل يكلي أويهي كاتشي أول وحا بدن ضد هبين كيس لاد أتاقا او وحا اي كهليان كليه او يهي اني سو جيدين وح قالوا الهي اكتي سله كليهن مجر تبارك وتعالى احنا حريستن يا رحماتكن يا خيراتكن يا وناغن دغيا سي اد بشا اوغو بخدو اديغو لوغو دمي دافاي سي اد بشا كوغو دماتو ادو لوغو خريو قورتا د نار لغا خري سي اد او غاده الهي رديهس تبارك وتعالى سي اد اوغو من نقطه كو جنده الهي شقيسته كسبداي الله كو فضيلي سي اد ان نقطه خاتمه وناكسن اخيرا نولشادو اي اوغو دماتو وخا لو باهي هي ان اد نولف نفتادا كو كلفتو مر ولبا اسبدل دنكا وناكسن وحين كو ايمان كرتا ددال وحي كو ايمان كرتا مجاهده وحي كو ايمان كرتا جهدي اي ددال ان عادي اهين اي دغال او روح نفتيسا لا غلو ماركاد ادغو داداشو ود حقاغا كدداشو ايا الهي كسين يا تبارك وتعالى اسبدلك ادونيس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الهي وح الضومده كسغن ما بدلو الا ايغو نفتوده وح كسغن اي بدلان الهي سننكيسا وحا كميدا ادونكو وحو ليمادو ايو الهي ميركسيا ادونكو هدو نفتي سحكردو
oo isagu dadaalkii loo baahnaa uu la iimaan waayo allah tabaaraka wa taala marka uquubu ku rida ee wuxuu rabay lamaba siiyaba sidaas daraadeed waxa la doonayaa bishu waa bishii isbeddelka soonka salaadaha sadaqaadka cibaadaadka wanaagga faraha badan cumrada mar walba waa inaad isa saarto miisaanka ah war maxaa iska kaa bedelay رمضان شنبري بو مريا وات سونتي صلاتي وات تكنيسا صدقتي وات سحوتا خير كي وات كوجرتا ورمحا اسكا كابدل شنتا بري اسبدل مدر انت مركي ات توك تو اسبوع توبن بري محا اسبدل لبا تنبري محا اسبدل توبن كي بري بشا اوقف دي بدنيد عشر الاواخر ومحا اسبدل بشي لمات رغم كاد اسكو تقاني ما اسكا بدش حال كاي واحد اسكا ما اسكا بدلين محا كو كردي محا اسكا كانو اسقامي حسابتن حسابتنا ونفت هذا هي وحي كردي كور هاي وحي كانوا سقامين كور هاي اسبدل كسيدا سكو إيمانيا مركز واحد نقنيسا دعاء النبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه ورسول صلى الله عليه وسلم كنت عيسان شري إله يو عمري جاي قيبتي سدم بخير كميت سياسة إيجادك مر والباء عمري جاي وسي صعدبا إن أدنك خير كأسي دركته سيادة خير كجشو حمانة يدن بيدي وحي الله كافة يعني أنا أنس قامسه وحيكو إيماني سا حساب تنكا يسبدل كا يددل كاس سيدة زدراد دي إنا دتك سامح دو أو دعافيدو خلقك إستقد القادة تود قلبك كعافيدو معنى هذا وحويان إلهي باكو كتش على أني وحد قادنا إسا صفات اللي إلا إنا محسن تاهي محسن كلا إلهي بالتشرة وحد قادنا إسا صفات متقق متقنا إلهي بالتشرة صفات كاسي وحي الله تكوي ليس وحا كمدا إن خلق إلهي أضو مضى إسك السامح ذو لأن وحوي الله تبارك وتعالى أبا القدك أكسين يو كلب وحي وقلق ما يقاب كاد أدوك أردق أنت ساد أردق أنت لقول أردق مي سي والقو سين عشا والقا عشا إحسان سمي والقو سمين عفي والقو عفين سامح والقو سامحي هداد يالي ويدو هذي كترته سيداس دراديد إن أدومد عفيدو تسامحدو والسبب مهم وبيش رمضان قارهان أتكو كسبن كرتو تكو هيلي كرتو إن إلهي كو عفية تبارك وتعالى أو كو سامح معناها واحد تلمامي بعد ذا كتمت في الصحيحين هي غير كتبا نبي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم منافقين با قوري جيسا كبين أبورتي وحاس كيسا حمان كو شاقي بعد هذا سمرك بعد مدبل كدوادة قريج النبي صلى الله عليه وسلم يا الصحابة دي بدي بدن لجلك كل ما أرنت أيضا أي واحد سود جي أيضا دور يتبنى وإلهي تبارك وتعالى قريج النبي كبرياء يحاس كيسا عائشة رضي الله تعالى عنهما آيات كاسمرك سود جين وعائشة وحي اللجوش جي إلهي ماشى كجساري كوي وركاسي أبو ري كوي كقي قاتين أد وجوهن شبي ربي تبارك وتعالى وجودي مركا كذب أي واحد عدي أبو بكر وعائشة قلي صديق أمدنا أها أي وحو بيلي شر مصروف شر نيل ديه شر مصطح ابن أثاثة وأي قرابة أهاين فقيرنا أها ومصروف شر وبيلي شر مصطح رضي الله تعالى عنه أرضاه الصحابي بوأها لكن فتنة ذو كدعي فيحي مركو كقيب قاتي أبو بكر وحنا قي وحيد ولا إن أنا ديب ذنب مصطح أنا مصطح أنا وحبه أسينين بيل ذنب إجهلي ماي ما دام أبو كبرني أي قرابة أها حاسك النبي أها وحي وكقيب قاتي واحد ذنب سين ماي واكدارت أبو بكر واكدارت الله أرحم الراحمين الله تبارك وتعالى يعني دلقات بصفات كيسا كمدا دو مديسا أوبريا الله تبارك وتعالى وميتك عفية خلق كيسا عفس كان خلق كيسا أوبريا أو أمريا كذب نبي وحسودك تي آياتك ربي لا يهي كوة إلهي حولها سي إيه هنتيدا سي إينا كدارنين إن أي وحسيان مساكينتا إيه فقرضا إيه مهاجرينتا إيه قرابضوضا إن أي وحسيان إينا كدارنين وديدين ميذان شعلين إن إلهي إذن عفيو ألا تحبوا ورسو إلهي دم بداف كيس مربتا سو إن ليدن سامح ما تشعل إذن شوابت وحوي ها واربنا ودونينا هداد ربتان دتك عفية إذن كنا آيات داس مركي سودك تي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه آيات دي أي قادي
وحو يري بلا اسكبر طاف ان انا نجعلين الهي دم بداف كيس وان جعلها يري والله وان جعلها ان الهي دم بدافو ما انت لا قبل لا بنا خو وخي ان كغوي بيلك اها ديبان اسينيا markaasuu dhaar kale ku daro wuxuu wali dib dambe inaan uga gooyninno waligi intu nool yahay waasiinaya sababtu maxay tahay ciilkiisi maxaa gooyay maxaa jeediyay maxaa bedelay ala tuhibuna an yaghfira allah lakum wa ilaha idin dhaafa soo ma jecelidin ma wax lagu bedel shaajir ma wax lagu bedelan kala jirt sidaas daraadeed macnuhu wax weeyaan cafi hal lagu cafiye adoomada saamax si lagu saamaxo mas'aladaasi marka inaynu uga faa'iideysano bishaan barakeysana shaytaanka inaga xidhan yahay nafteenina dabacsanto jilicsan tahay inaynu quluubteena saafiyeelo quluubteena inaynu khalqiga u saafiyeelo wixii dhacay la cafiyo khalaaqdu iscafido ummadu iscafido wixii dulmiye dib ay soo geysatay la iscafiyo la soo dulqaato macnahaas ay tilmaamaysaa darsi waxa inoogu filan anbiyaadi ilaahi tabaaraka wa ta'aala iyo wixii la mariyay iyo qaabkii ay ula dhaqmeen iyo sidii khalqiga u cafiyeen baa darsi inoogu filan iyo dayashada nabiyullaahi yuusuf alayhi wa ala nabiyina salaatu wa salaam wa darsi qaliya walaalihi way isku aaba ahaayeen ayaa intay qaadeen bay ceel inay dilaan bay isku dayeen dilkiisa isku dayeen waa ku tashadeen haddana go'aanku wuxuu noqday yahay inaan dilina ceel ku rida ceel mugdi ku rideen ceelkii markay ku rideen bay haddana intay qaadeen bay iibsadeen adoon ahaan bay u iibsadeen tafasiirta ayada qaar ka mid ah sayt ilmaamis wuxuu galay nin wasiira gurigiisa xaaskii wasiirka waa mid fitnada iyo balaayada ku abuurtay kadibna dumarkii magaalada waa ta fitnada ku faaftay nabi yuusuf alayhi wa ala nabiyina salaatu was salaam isagoo dhalinyaro gariib ah buu xaalad adag galay markii dambana waa kii xabsiga galay oo muddo ku jiray sanado ah waxa soo dhamaxay ka dhashay walaaladii tasarrufkooda waa walaaladii ba xastay halkaan ku tuuray nabi yuusuf alayhi wa ala nabiyina salaatu was salaam maraxil dheer kadib ilaahi tabaaraka wa taala wuxuu makeeniyay in uu dawladdi jirtay wasiirka noqdo wasiirka dhaqaalaha khasnada inuu ka noqdo walaaladii saa u galay oo dhibkaas oo dhan mariyay oo socda u yimid rashiin bay doonayaan in la siiyo waa safar baada qisadu waa dheereeda aakhirkeedii wuu isu sheegay yuusuf baan ahay kanina waa walaalka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wanaagaana siiyey cid kastoo sabir iyo alla ka cabsi isku dartana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa ma dayacdo markii bay ku baraarugeen ma yuusuf baa tahay ma yuusuf baa tahay yuusuf baan ahay markaas waa shacab shacab masaakiina waa raashiin bay soo raadsadeen asaguna waa wasiir awood leh dhibna horaa loogu geystay muxaad samayn lahayd markaa waay markay arrintii ogaadeen waxay yidhaahdeen waad naga fiicnaatay ya ilaahay baa naga kaa doortay annaguna khalad baan galay khalad baan samaynay intaasi markay dhacday nabiyullaahi yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wassalaam kamuusan aargoosanin walaaladii bal laba arrimood buu isku daray inuu yidhaahdo horta eed iyo canaan ma lihidin idinna canaanan maayo idinna eenayn maayo waad nin saamaxay waad fasaxantihi waa midda labaada intaa muusan ku daynina wuu u duceeyey yakfiru llaahu lakum allah idiin dembi dhaafo alla waa naxariis badan yahay dembigiinnana allaha dhaaf waana u duceeyey isaguna waa saamaxay nabigeenna maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh duruusta noocaasee ka sugan lama koobi karayo quraysh oo nebi maxamed inay dishay isku dayday oo saxaabadiisii rafaadisay oo laysay oo maka ku dhibtay oo xabsi inay geliyaan isku dayay oo waxayna samaynin ayna jirin markuu hijroodayna madiine kaga daba tegay hoy inay isagiiyo saxaabadiisaba gumaadaan isku dayay intaasoo dhan markay sameeyeen oy muddo dheer la dagaalamayeen nebigu sala allahu calayhi wa alihi wasalam sanadkii sideedada hijrada ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala guushii ugu dambaysay ka siiyey markaasuu nebigu maka qabsaday sal alay wasalam oo xaruntii quraysheed ah markuu qabsaday nebigu sal alay wasalam in badan oo dadkii la dagaalamayay baa meesha jooga raggii hogaaminayay ciidamadii nebiga la dagaalamay baa meesha jooga abuu sufyaan iyo rag la midaa jooga nacam
markaas nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam magaaladii markuu qabsaday ayaa wuxuu yiri ninkii gurigiisa irida ka xidha waa aamin, ninkii masaajidka gala waa aamin, ninkii abu sufyaan gurigiisa gala waa aamin. arrintii markay dhammaato soo ururiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu wuxuu ku yiri maanta maxaad filanaysaan inaad idinku samayn doono, maxaad iga filaysaan? walaalkana tahay, qaraabadanada tahay, wiilkanagiibaa tahay, bababa warkana laga bax beer la xawsi. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi kaca iska taga, waad fasaxan tihiin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. intaasi dad kula dagaalamayo gacantaada soo galay, kac iska taga, waad fasaxan tihiin. nacam, akhlaaqdii ambiyada waay, akhlaaqdii nebi maxamed waay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. daa'if buu nebigu aaday sallallahu calayhi wa alihi wasallam. daa'if markuu ugu degay cabdiyaaliil iyo raggii madaxda ka ahaa iyo odayaashii markuu u tegay waxba way ka qaadan waayeen, nebigu waa murgay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, bal way dhagax tuureen oo dhibbay u geysteen oo waa ka dhiijiyeen nebiga sallallahu calayhi wasallam. kadibna madaxiisuu isaga dhaqaaqay, hortiisuu isaga dhaqaaqay, isagoo aad u murugsan nebigu sallallahu calayhi wasallam. qarni thacaalib meel la yidhaahdo markuu marayo ayaa malakul jibriil u yimid, wuxuu ku yidhi maxamedow, malaggii buuraha ila socdo ilaahay soo diray, adana lagu soo diray. markiiba hadalkii waxaa la wareegay malaggii buuraha, wuxuu ku yidhi maxamedow, qowmkaagu waxay kuugu jawaabeen iyo say kuula dhaqmeen, ilaahay waa la socdaa, waana maqlay, aniguna malaggii buurahan ahay u xil saarnaa, ilaahayna aduu ii soo kaadiray inaan amarkaaga qaato ii amar, maxaan sameeyaa? haddaad jeceshahay maanta ii amarto, labada buurade maka labada dhinac kaga yaalaan iyaga dhanba ku daboolahaya, waa baabi'inahayaaba, amar keliya isii. nebigu markaas sallallahu alayhi wasallam waa murugsan yahay, aad iyo aad buu uga xun yahay, ilaa uu ku baraarugay oo ku miirsaday nebigu sallallahu alayhi wasallam meesha markuu maraya. inta kale waa socday salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo labada malag uu imaanayaa. markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, balaa maya buu nebigu sallallahu alayhi wasallam, buurana ha ku daboolin, hana baabi'inin, amarna kuma siinayo, allah waxaan rajaynayaa inuu dhabarkooda ka soo saaro dad ilaahay keligii caabuda. iyagu hadday waxbay iga qaadan waayeen, caruurtoodaan rajo ka qaba.